مثلا درس حطيت مثلا في صورة كده، صورة مثلا، ادي اول شريحة، وكمان اضيف كمان شريحة، وهاجي احط في الشريحة الثانية، وريكم مثلا كده. خلاص كفاية او كده، واحفظ هذا الدرس، حفظ الاسم، واحطه مثلا في الصور، واسميه مثلا A1 مثلا، A1. خلاص خلاص عرفت مكانه وعرفت كده. فانا باجي هنا، في هنا اضغط كده. طبعا انت ممكن تجيب من على السحابه، لو انت عندك ملفات السحابه عاوز تبحث عنه وتجيب من على الانترنت تبحث عادي، وممكن تجيب من على الجهاز، ودي الميزه. فانا هاجي اروح على الصور، وهروح على اللي هو A1. فين A1؟ كنت حاطه في الصور. اهو اهو انا راح اسحبه كده. اول ما اسحبه شوف، لحظه واحده، هو الوقت شغال اهو، بيبدا يسحبه عشان يحطه اهو. شوف، الله، شوف يا جماعه، نزلهم لك اهو، الشريحتين اللي انا لسه عاملهم الوقت حالا حطهم لك اهو. خلي بالك بقى، شوف بقى الجمال بقى ايه بقى، الجمال هنا بقى ايه؟ ان انت بعد ما حطيت مجموعه الشرايح، ده الشريحتين الاخرانيين، جيت انا مثلا حبيت احط الشريحه دي قبل الشريحتين دول، قبل دول عادي. انت جيت ضغطت كده على الشريحه دي وحبيت تحطها بعد دي عادي. طب نفترض يا دكتور سامي انا حطيت اختبار اهو، رحت اد وحطيت اكتيفيتي، نزلت كده حطيت سؤال، يعني حطيت سؤال، فين سؤال؟ فين السؤال؟ اهو دي الاسئله اهي، اسئله كويزز اهي. فانا جيت حطيت سؤال فيه اسئله كويز، انا اعمل كويز صغير كده عباره عن سؤال، واقول له اد، فيقول لي انت عاوز تعمل اسئله؟ فهيقول لي طيب احنا عندنا كذا نوع من الاسئله اهو، بتايمر وبوقت وكلام ده واشياء زي كده. عندك اهوت، عندك حط السؤال هنا، حط السؤال اللي انت عاوزه هنا. نفترض مثلا واحدة مما يلي مثلا من مكونات كذا اهو، واحدة مما يلي من المكونات المادية، معلش اهو، واحدة مما يلي من المكونات المادية. أنا عملت السؤال أهو يا جماعة، عملت السؤال وجيت حطيت الإجابات. فين الاجابات؟ حط الاجابات هنا تحت، تبدا هنا اد، حط الاجابه هنا الاولانيه، مش عندي بس تحت. لحظه واحده بس يا جماعه، بس عشان هحط مجموعه اسئله. دكتور سهير اتفضل، حاضر، لحظه واحده بس، لحظه واحده، حط الاجابه الاولانيه، تقدر تحط تايمر وقت للسؤال، مثلا احط السؤال مثلا 10 15 ثانيه، تحط له كده السؤال ده عليه 15 ثانيه، وابدا احط الاجابات بتاعتي هنا. مثلا واحده مما يلي من الكروت الماديه مثلا الويندوز، مثلا الويندوز، دي اجابه خاطئه، ما تحطش صح. ابدا اروح للاجابه اللي بعدها، مثلا الرام، الرام ده اجابه صحيحه، عشان اجابه صحيحه حط هنا صح. وبعد كده تقدري تضيفي اسئله، تقدري تضيفي اسمه تضيفي اجابات اخرى، يعني مثلا مش اجابتين بس، ممكن تحط ثلاثه والكلام ده، وممكن تضيفي اسئله ثانيه. المهم فانا اديني خلاص كده، انا سيفت، حطيت سؤال اهو. السؤال ده ممكن تخليه اهو، السؤال اتحط فين؟ السؤال اتحط في الترتيب ورا اهو. ممكن السؤال ده انا احطه قبل خالص، قبل الشرايحات، قبل اول حاجه الطالب يدخل كده، اشوف مستوى الطالب الاول، او احطه في النهايه عادي، او احطه في الوسط عادي، عادي خالص. ودي بقى الميزه بقى، دي الميزه، يعني انت بتقعد تشتغل عاوز تحط مثلا حاجه اكتيفيتي ثانيه، في عندك حاجه جميله قوي غير الـ غير الـ في حاجات انتر اكتيف، ان الطالب في ممكن تضيف فيديو وتساله على الفيديو، سؤال على الفيديو، الطالب يشوف فيديو وتحط له سؤال جوه الفيديو. الموضوع ده عاوز له 3 ساعات والله،
يعني ممكن احط له فيديو كده اهوت، اضيف له فيديو كده، والفيديو ده ممكن تجيبه من اليوتيوب، ممكن تجيبه من انت اللي عامله الكلام ده كله اهو، اوريك المنظر اهو. فانت عندك هنا انت عاوز الفيديو من على اليوتيوب ولا من على الجهاز عندك هنا ولا من ابلود. فانا مثلا اقول له من على اليوتيوب، انا عاوز فيديو من على اليوتيوب، فانا مثلا اقول له مثلا عاوز مكونات الحاسب اهو، مكونات، عاوز فيديو على عاوز فيديو على مكونات الحاسب. الله، ايه الجمال ده يا جماعه، يعني حتى ما بتعبش كمان في عمل الفيديو اهو. فانا بقى ابحث عن الفيديو كده، هيطلع لي كل الفيديوهات اللي موجوده في اليوتيوب اهي. نفترض مثلا انا هجيب اي فيديو، نفترض مثلا الفيديو ده اهو اهو، واقول له سيف. خلي بالك بقى معايا، خلي بالك معايا، هو دلوقتي حط الفيديو اللي ده من على اليوتيوب، بدا يحط. خلي بالك بقى معايا، الطالب بيقدر يشوف الفيديو، يسمع الفيديو اهو اهو، يقدر يسمع الفيديو. وهو مثلا بعد حياك الله معين كده، بعد جزء معين من الفيديو، ماشي الفيديو، ماشي 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 الفيديو كده، ابدا بقى حط له سؤال في الحته اهي، ابدا حط له سؤال، قول له ابدا حط له سؤال اهو. يقول لك انت حط له سؤال، سؤال مفتوح ولا مالتي تشويس؟ لا انا اقول له حط لي سؤال مالتي تشويس. الفيديو يفضل شغال 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 ويجي عند الحته دي يقوم سائل الطالب سؤال. الله، طبعا يا جماعه موضوع كبير وهياخد مننا وقت. مثلا اقول له ايه، بعد مشاهده الفيديو، مشاهده الفيديو واحده مما يلي من المكونات البرمجيه، وحطش مجموعه خيارات اهو، حط مجموعه، مش عاوز اضيع بقى وقتكم بقى، وقول له سي اهو. قول ايه، لازم تحط واحده منهم صحيحه، حط الكبيره دي اهو سي. فالحاله دي اصبح، واقول له كمان سيف عشان يحط لي الفيديو ده. الفيديو اللي جه ده بقى فيديو معاه سؤال. الله الله، اهو فيديو معاه سؤال، يعني اقدر احط سلايد واقدر احط فيديوهات واقدر احط كويزات. المهم بعد ما خلصت الدرس، وفي عندك حاجات جميله، انا بس مفيش وقت يا جماعه، بس لان الوقت بيجري بينا، عندنا حاجات جميله زي البتاع ده. شوف عندك، عندك موقع البي بي سي لتعليم اللغه الانجليزيه، عندك سيموليشن، سيموليشن دي جميل جدا، عندك نيربود سلاسل ابعاد، ده رهيب رهيب والله العظيم. لو انا دخلت عليه كده بيدخلك الناس اللي بتدرس في ندخل كده عليه، بيدي لك حاجات ثلاثيه الابعاد للانسان والطالب. يعني مثلا نجيب مثلا الرئه مثلا، او مثلا نجيب الرئه مثلا، او الاذن مثلا، اي حاجه بيديها لك من جميع الابعاد. يعني نجيب مثلا الرئه، نجيب الرئه كده كله سي، تقدر تحط اسئله عليها والطالب يقدر يشوفها ثلاثيه الابعاد. عشان كده لو الطالب كده حب يشوفها هتبقى جميله قوي بصراحه، يعني الطالب اللي حب يشوفها كده اتفرج عليها، رهيبه رهيبه. شوف اهي، هنا بقى عندك بالاسهم، شوف الطالب يقعد يتفرج كده، شوف الرئه، الشرايين اللي جوه الرئه، يا سلام، ايه ده علم تاني خالص. طبعا انت بقى تقعد تكتشف. معلش يا جماعه انا مش يعني دي بقول لك عاوز لها 3 ساعات، عاوزها فانا بقدر اضيفها. المهم انا بعد ما عملت درسي وخلصت درسي كله، ركز بقى معايا كده، انا خلصت بسدت بقى الشرائح بتاعتي ازاي تظهر، دي تيجي قبل دي او كان ده، خلصت الدرس بتاعي، بضغط على كلمه سيف واكزيت. طيب اشارك الكلام ده مع الطلبه ازاي، واشوف ونشط الطلبه اللي معايا ازاي؟ انا دلوقتي الدرس بتاعي كان اسمه ايه؟ اساسيات حاسب، صح؟ كان اسمه اساسيات حاسب، يلا هوريه لكم اهو. كان اسمه اساسيات الحاسب، تعالى كده نشوف كده. راح فين فين؟ اهو ده. خلي بالك بقى معايا بقى. لما بتروح كده عليه، يا نهار ابيض، ايه ده بقى يا دكتور سامي؟ هنا موجود 3 نقاط، 3 نقاط لو ضغطت عليهم، ده بيقول لك هنا دبليكيتي وكلمه شير ويز تيتشر، مع تتشارك مع اساتذه وريبوت وكلام ده. طيب في هنا عندك حاجه اسمها ايه؟ ستيرنت، وفي حاجه مشاهده لو انت عاوز تعينه. لو ضغطت على ستيرنت كده، اي طالب، خلي بالك معايا بقى،
اي طالب اديته الرقم ده اهو، الرقم ده اهو، يدخل على النيربود ويحط الرقم ده بس، يدخل كستودنت، يدخل كستودنت ويحط الرقم ده، هيقدر يشوف الدرس ده. الله. طيب واحد يقول لي طيب انا لو مش عاوز ادخله على النيربود يا دكتور، خلاص اضغط على كلمه امبيدد او اعمل له لينك وحطه في البلاك بورد، والله الطلبه يشوفوه على البلاك بورد. اه عادي خالص اهو، يعني لو انت اخترت كده كوبي لينك كده، كوبي لينك تمام، وطبعا ده مستمر 29 يوم، عشان ده ايه؟ عشان ده مجاني. بضغط ادخل على البلاك بورد كده، اخترت كوبي لينك واجي احطه مثلا في اي محتوى عندي اهو، اجي مثلا مبادئ الحاسب مثلا، ولا الفصول الافتراضيه، خلاف الفصول مثلا، ده مكرر عندي اهو، فاجي مثلا في دروس المقرر، دروس المقرر احط الدرس ده، اقول له والله انا هحط درس جديد اهوت، درس جديد، وهسمي الدرس الجديد دهوت هسميه اساسيات الحاسب اهو، اساسيات الحاسب. بعدين الطالب هيشوف ازاي، الطالب يدخل على البلاك بورد على حسابه في البلاك بورد عادي خالص، وبعد كده انا بحط اللينك هنا واقول له ارسال، الطالب هيدخل على حسابه في البلاك بورد ويدخل ويضغط على كلمه دروس المقرر، وهينزل تحت خالص هيلتقى عنده زرار كده اسمه اساسيات الحاسب، اول ما يضغط عليه كده شوف بقى اللي هيظهر له، كله بقى يركز بقى، كله يركز، ده اللي هيظهر للطالب من على البلاك بورد اهو. يا سلام، شوف بقى الجمال بقى يا جماعه، شوف الجمال وشوف الروعه، شوف الله، يقول لك ايه؟ اكتب اسمك، حاضر اسمي مثلا علي، مثلا سامي، مثلا سامي، سامي اسم الشهرة بتاعك ايه؟ سعفان يا سيدي، حاضر اهو، اوكي دخلت عشان نشوف الدرس بقى اهو، ده اول شريحة، اول شريحة كانت احنا عاملينها، معلش انا اول شريحة، ادخل اللي بعدها الشريحة الثانية كانت عبارة عن الشريحة الثانية، فاكرينها، الشريحة الثالثة بتاع الطبعة، الشريحة الرابعة، الله، كويز، اختبار، اختبار، وحدات مما يلي من مكونات الحاسب الماديه، الرام، واشوف كده سبميت اهو، صح ولا غلط؟ ها يلا شوف كده، الله كوريكت 100%، ايه الجمال ده؟ ده متعه. وبعد كده طبعا انت بقى تقدر توضب بقى اكتر من كده، بعد كده ده فيديو، الطالب يبدا يشوف الفيديو اهو، يبدا يشاهد الفيديو، الفيديو ده هيفضل شغال، خلي بالك بقى الفيديو هيبدأ شغال ويجي عند النقطة اهي، يسأله سؤال. طبعا حياكم الله يا اخوان، معاكم اخوكم بندر العلي من التكنولوجيا الشاملة. عليكم بالطريقة دي، يجي بقى عند النقطة ديت ويبدأ يسأله. تمام، انا معلش عشان المغرب جدا، يعني بالطريقة ديت يا جماعة، شوف يعني حاجة اشارك مع الطلبة، احطه في البلاك بورد، شغل درس صممته بشكل جميل جدا وبشكل شيق جدا وحطيته في البلاك بورد، حاجة طبعا الكلام ده مسجل على الدورة، مسجل ومخزن، الخطوات دي كلها مخزنة تقدر تتبعها وتشتغل عادي عادي خالص.